خطوة جديدة في طريق تعزيز العلاقات السورية الروسية تم إشهار مؤسسة التعاون السوري الروسي في قاعة زنوبيا في فندق الدمروز بدمشق. هدفها تثبيت العلاقات بين روسيا وسوريا لخير تطوير وإعادة بناء سوريا طبعا من ناحية خبرات واستثمارات وعلاج الناس وتأهيل المعوقين والجرحى والآخر والآخر. هذا يعني عمل جبار أمامنا وبكل تأييد من جانب الروسي، من جانب السفارة الروسية والمركز الثقافي الروسي. خطة العمل تتمحور بقطاعين رئيسيين، إن قطاع الصحة وقطاع التعليم والتمكين. نحن الرديف الأساسي لدولتنا اليوم، وخدمة للقطاع الصحي مثمرة على الأرض. المؤسسة هي تهدف إلى التمكين والتعليم والصحة، وهي رح يكون دعم لذوي الاحتياجات الخاصة، لجرح الجيش، بشكل عام يعني كل الأمور الطبية والتعليم والتمكين رح يكون أهدافها، وإن شاء الله رح تثبت جدارتها مع الأصدقاء الروس والمركز الثقافي الروسي والشؤون الاجتماعية والعمل. الافتتاح تضمن عروض فنية تعبر عن ثقافة كل من البلدين، إضافة إلى تكريم أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وتوضيح أهدافها في دعم القطاع الصحي والتعليمي وتبادل الخبرات بين البلدين. قريبا رح تكون عائديتها على المجتمع السوري وبكافة أطيافه. إن شاء الله المراكز الطبية، في عنا حملات حتكون مجانية لمدة 15 يوم لأمراض السرطان، والقريب العاجل حيكون شيء بخص موضوع التعليم، التبادل الخبرات السورية الروسية، بعثات حتكون حساب المؤسسة، موضوع التنمية كمان بالتعاون مع المؤسسات الوزارية اللي موجودة عندنا بالبلد. المؤسسة هذه يعني مهم جدا لهذا البلد بالتعاون الصحي، التعاون الثقافي، ونحن جايين نشارككم هذه إشهار هذه المؤسسة الروسية السورية. إشهار الجمعية السورية الروسية مسار من المسارات الطيبة التي تربط شعبينا وبلدينا بكافة أواصر الحب والأخوة. مشاريع عديدة ورؤى متجددة ضمن استراتيجيات المؤسسة، بما يضمن تعزيز وتعميق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية.